دير الشلويط هو معبد مصري قديم لإيزيس من العصر اليوناني الروماني على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر على بعد 1 كيلومتر من الملقطة وحوالي 4 كيلومتر جنوب مدينة هابو. ما تبقى الأيام دي من المعبد هو المبنى الرئيسي الصغير وأطلال المدخل مع حيط من الطوب وبئر. تبلغ مساحة منطقة المعبد 74 في 51 متر، والمعبد نفسه أصغر بكثير بمساحة 13 في 16 متر. مدخله مواجه للجنوب، مفيش زخارف كتيرة على الجدران الخارجية، لكن بالداخل نقوش محفوظة بحالة جيدة. يحيط بالضريح ممر ممكن الوصول منه لمصليات جانبية وقاعة التطهير، كما ممكن أيضا الوصول للسقف عن طريق سلالم من نفس الممر. وعلى الجانب الجنوبي من الجدار الخارجي لوحظ استخدام بعض الأحجار من مباني أقدم، علشان النقوش على دي الأحجار تبدو من مدينة هابو. يقع مدخل المعبد على بعد 60 مترا للشرق من المعبد، ومتزين بصورة مبهرة من كل الجهات. ترجع أهمية معبد إيزيس في دير الشلويط لندرة المباني الدينية من العصر اليوناني الروماني في دي المنطقة، وهو الوحيد لإيزيس مش لثالوث طيبة.